السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا طريقتي في البسطيلة بالدجاج مع جميع الأسرار والنصائح للنجاح ديالها، وكذلك واحد السر اللي كيزيدها اللذة. خليكم معايا للآخر غتشوفوا جميع التفاصيل، وكنشكركم بزاف في المتابعة. ما تنساونيش باللايك والبارطاجي لعجبتكم هذه الحصة، وفرجة ممتعة. غندوزو على بركة الله المقادير اللي غنحتاجو لهاد البسطيلة هادي. غنحتاجو واحد الدجاجة من وزن 2 كيلو، غادي نحتاجو البصل تقريبا واحد الكيلو هنايا ديال البصلة مشلضاها ومقطعها بهذا الشكل هذا كما كتشوفو معايا رقيقة. وبالنسبة للبيض غادي نحتاج واحد 8 ديال البيضات على حسب الحجم كذلك ديال البيض، وغنحتاج كذلك شويه ديال المعدنوس واحد 2 معالق. غادي نحتاج واحد نص كاس ديال زيت المائده، شويه ديال الزعفران الشعره كما كتشوفوا معايا، واحد شويه ديال السمن الحار واحد نص معلقه صغيره، وغادي نحتاج واحد شويه ديال البزار على حساب الا عندكم بزار حار ما حارش تزيدوا شويه، معلقه ديال الزنجبيل من هذا الحجم هذا متوسطه، ومعلقه ديال كذلك ديال الخرقوم، وجوج عويدات ديال القرفه وراس ديال القرفه مطحونه، والملح من طبيعه الحال. بعد ما شفتوا معايا المقادير غادي ندوزوا اللي بغى يديرها في الطنجره. ممكن انا غنديرها غير في هذه كما كتشوفوا معايا، اللي بغى يدير الطنجره ديال الضغط راه ممكن. صافي، دابا بعد ما حطيت الدجاج ديالي هنايا، الدجاج راه تيكون مغسول محيدين ليه جلده، المهم كل واحد يغسلو بطريقته. غنضيف دابا التوابل باش انني نشرمل هاد الدجاج هذا كما كتشوفوا معايا، كاع دوك التوابل اللي تقاسمت معكم غادي نوضعهم على الدجاج، وكذلك غادي نوضع شويه ديال الزعفران اللي بغى انه يديروا شويه ديال الماء اللي بغى. المهم انا غادي غير حكيتوه كما بين يديا، ما تكثروش الزعفران باش ما يغلبش لكم المذاق ديالو على هكا على التوابل. وغنضيف كذلك واحد شويه ديال الماء ونحرك حتى تدخل لي هاد التوابل كلها في الدجاج كما كتشوفوا معايا. ودابا بعد ما حركت هاد التوابل هادو، نسيت ما ضفتش الملحه، غنضيفها دابا. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف الزيت، وغادي ندي هاد العناصر تشحروا لي فوق النار. الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. دابا غنضيف هاد نص كاس ديال الزيت، وغنضيف واحد شويه ديال البصل دابا حتى تشحر ليا شويه الدجاج، عاد غادي نضيف داكشي اللي بقى. دابا غادي نخليه هو المعدنوس حتى للتالي. دابا غادي ندي هاد الطنجره فوق النار. دابا غندوزو بالنسبه للوز. اللوز هنايا عندي واحد 500 غرام، المهم تيبقى لكم اللوز على حساب شحال بغيتو ديروا الكميه. هنايا رانا درتو تسلقي واحد شويه غير تطلع الغليه واحد المره ولا جوج، صافي كنطفي عليه باش نفسخو. انا هنايا كنزرب لكم على حسب المراحل باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا غادي ندوز، الاهم هو اللي غنقول لكم باذن الله، غير تبعوا الفيديو حتى الاخير، باقي السر اللي مهم. دابا بعد ما تشحر لي الدجاج مزيان، غادي نضيف هاد البصله اللي بقات ليا. بالنسبه للبصله راه كتطلق الماء، ما تكثروش، يعني فاش بغيو نضيفوا الماء ضروري ديروا واحد المقراج يكون غليان، باش فاش بغيو نضيفوا الماء يكون غليان. دابا غادي نخلي هاد البصله تطلق مزيان ونتلاقى معكم. ودابا بعد ما تشحرات ليا البصله وطلقات الماء كما قلت لكم، راه ما ضفتش الماء دابا حتى البصله كلها اللي طلقات هذا الماء هذا، غنضيف هذا المعدنوس هذا. انا ما درتش قزبر، درت غير المعدنوس، نتوما لكم الاختيار. انا كندير هكا، كتعجبني غير النكهه فيها ديال المعدنوس. واللي بغى يخلي هذا المعدنوس يعني حتى نبغيو نفرتو الدجاج ونحيدوه ونبغيو نضيفو البيض ممكن. دابا بعد ما ضفت هذا المعدنوس غنضيف واحد شويه ديال الماء اللي خاصني. الا درتو الطنجره ديال الضغط ممكن تضيفو على حسب الطنجره واش تشرب ولا ما كتشربش. انا ضفت هنا غير واحد الكاس على داك الشيء الماء اللي طلقات ليا البصله. صافي، دابا غنسد على الطنجره ديالتي فاش غادي طيب، غنتلاقى معكم. ودابا بعد ما طابت وطفيت عليها، يعني كما كتشوفوا خليتها حتى تلصات المرقه ولات يعني عاقده، والدجاج كما كتشوفوا معايا طاب ولا كيتفرتت. دابا غادي نحيدو من هاد الطنجره هادي غير بشويه، حاولوا ما تخليوش نهائيا العظام، وغادي نفرتو وغادي نتلاقى معكم باش نديرو تتمه ديال التحضير باش ندوزو نقليو اللوز بعد ما فسختو. دابا غندوزو نقليو اللوز. اللوز بالنسبه للنصيحه اللي غنعطيكم، ضروري تكون الزيت بارده، يعني اللوز يكون ناشف وتمسحوه وديروه في زيت بارده، عاد تشعلوا النار والنار تكون مهيله باش يتحمر ويتقرمش. يعني ماشي اللوز ديروه في زيت سخونه بسرعه انه كيتحرق وكيبقى خضر من الداخل. انا كندخل لكم النصائح والاسرار للمبتدئات، كنتمنى انهم يستفدوا باذن الله. دابا غنستمر في التحريك ديالو حتى يذهب وياخذ ليا اللون اللي بغيتو يتقرمش ويطيب مزيان، ونتلاقى معكم. دابا غندوز باش نفرتت الدجاج، كلشي كيعرف يفرتته. دابا بعد ما فرتت الدجاج كما شفتوا معايا، يعني حذاري من العظام، ضروري انكم تاكدوا ما يبقى حتى شي عظم. هذه هي المرقه كما كتشوفوا كتكون عاقده ما شاء الله، وهذا هو الدجاج ديالي. دابا غادي ندوز باش البيض، غنعطيكم واحد السر كذلك.
بالنسبه للبيض كما غادي تشوفوا معايا يعني ما غاديش نبقاو نضيفوا بيضه ببيضه بديك الطريقه يعني كيبقى البيض باين وتيبقى لا. غنعطيكم واحد الطريقه اللي هي رائعه اننا غادي ناخذوا هذا البيض كامل غادي نوضعوا في هذه الانيه وغادي ندربوا 8 البيضات اللي غادي نحتاج في هذه المقادير هذو كما غتشوفوا. هانتوما بعد ما فقست دابا البيض ديالي غندربوا مزيان وبالتالي غنوريكم كيفاش غادي نضيفوه غير بشويه بشويه ما نضيفوهش دفعه واحده. هاد الطريقه هذه كتخلي يعني المريقه ما كيبانش فيها البيض. بالنسبه للوز كما كتشاهدوا معايا راه تحمر وخد اللون اللي بغيت دابا غنطفي عليه ونصفيه ونمسحو مزيان. دابا بعد ما رديت الطنجره ديالي فوق النار غادي نجيب البيض ونبقى نضيف بشويه بشويه. النار هنا كتكون النار شويه مجهده ولكن قبل غنضيف واحد المعلقه ديال الزبده واحد راس معلقه ديال القرفه وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده. هادشي تيبقى على حسب الذوق اللي بغى يضيف العسل يضيفه. هاد الاضافات هادو كنضيفوهم قبل ما نضيفو البيض كما كتشاهدوا معايا. غنحرك هاد العناصر هادو غير باش تزيدو تعلك هاد المرقه هادي. واللي بغى يستغنى كذلك على كما قلت لكم على السكر يضيف العسل. مره كنضيف العسل مره كنضيف السكر على حسب الذوق ديالكم. دابا بالنسبه للبيض غادي نجيب البيض وغادي نبقى نضيف شويه بشويه. النار هنا كتكون متوسطه يعني ماشي مجهده بزاف وماشي ضعيفه باش بسرعه البيض يعني مي كما غتلاحظوا معايا يعني كنبقى نحرك بسرعه. هنا كتكون يعني السر انكم تحركوا بسرعه باش ما يبانش البيض كما كتلاحظوا معايا حتى تنشف هاد المريقه مزيان. من بعد كنصفيها وغنقول لكم واش غنديروا بداك المرق. دابا غندوز للتتيمه. هاد اللوز هذا طحنته مع شويه ديال السكر سنيده شويه ديال القرفه ومسكه حره. هاد المريقه رانا صفيتها. اللوز كذلك مسحته ونشفته الدجاج فردته. دابا غندوز نجيب واحد المول كما كتشوفوا معايا غادي نحاول ندهنوا بالزبده. وهذه هي المريقه اللي صفيت. غنقول لكم السر انني هي اللي غنضيفوا لهاد البسطيله هذه وغتغير ليها المذاق تماما غتجي بنينه بزاف. اول حاجه غادي ندهن هاد اللاطه هذه بالزبده. ممكن تدهنوها كذلك بالزيت والورقه تتبقى لكم اختياري يعني شحال ديال الورقات بغيتو ديروا. غادي نجيب دابا انا هاد الورقه هذه وغادي نديرها هي الاولى وغادي ندهنها مزيان بزيت المائده وبشويه ديال الزبده. ممكن تدهنوها بلي بغيتو نتوما. بالنسبه لذاك المرق اللي صفيت انا خلطته مع داك اللوز اللي طحنت باش يتعلق ليا داك اللوز يعطي واحد المذاق خطير. انتما تشوفوا فاش غنضيفو. دابا غنضيف الورقات الاخرين كما شفتوا معايا نضيف 5 ديال الوريقات غندهنهم كاملين بالزبده وشويه ديال زيت المائده يعني غندهنهم مزيان 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 بالزبده دايبه. وغادي نجيب الحشوه غنبدا كما شفتوا معايا انا درت الطبقه الاولى. دابا غنجيب الطبقه ديال الدجاج حتى هي غنديرها هي الثانيه كما كتشوفوا معايا. غنضيف دابا هاد الدجاج حيت داري قلت لكم من العظم يعني ردوا البال ما يبقى حتى شي عظم. غادي نقادو بهاد الشكل هذا. دابا السر الاخير اللي كيزيد اللذه وهو هاد العقده هذه اللي كنضيفوا لها داك المرق. غنخلطو ونضيفو كما كتشوفوا معايا يعني بعد ما ضفتو. دابا غنحاول انني نرش بواحد شويه ديال الزبده يعني غير القليل فقط صافي. وغادي نلمط هاد البسطيله ديالي. غنجيب واحد الورقه نديرها هي الاولى غادي ندهنها كذلك. اي ورقه ممكن ندهنوها بالزبده. دابا انا غنحاول انني نلمط هاد الوريقات كاملين مع كما قلت لكم كلهم دهنهم بالزبده كما غتشوفوا معايا. دابا رانا قربت نسالي كنزرب سمحوا ليا يعني ضروري كنت مزروبه. دابا جبت واحد الورقه قطعتها اشريطه وزينت بها البسطيله. كيبقى التزيين على حساب الاختيار ديالكم. دابا غندهنها وندخلها للفران اللي سخون من قبل. فاش غطيب غنتلاقى معكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا يعني بعد ما خرجتها من الفران دهنتها بشويه ديال العسل من طبيعه الحال يكون طبيعي صافي. زينتها بشويه ديال اللوز مهرمش وكذلك شويه ديال اللوز هكا صاين كما كتلاحظوا معايا يعني تزيين بسيط. تزيين تيبقى لكم اختياري كما كتشوفوا يعني راه مقرمشه غير مع التصوير ومع الليل والزربه وما كتجي يعني جات مذهبه. غادي دابا نقطعها باش تشوفوا كي جات كذلك من الوسط. ودابا كما كتشوفوا معايا يعني هذا هو الشكل النهائي من الداخل ديال البسطيله يعني كتجي لذيذه وكتجي ديك التعليكه فيها كما كتشوفوا معايا يعني داك اللوز اللي درنا بديك المريقه اللي صفينا يعني كيزيدها واحد اللذه خطيره احسن ما يكون ناشف. جربوا هذه الطريقه هذه وردوا عليا يعني فكره هائله ممكن انكم تحضروها للشهر الفضيل اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا وراحه البال وبصحتكم وراحتكم. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهلا. كنتمنى هذه الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذه البسطيله ديالي بسيطه تنال الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده. ما تنساونيش بلايك تبارطاجيو فيديو مع الاهل والحبايب ديالكم باش الفائده تعم وكذلك تشجيع على القناه. وانتظروا الجديد ديالي والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده ونصيحه جديده مع خديجه. وشكرا على المتابعه.